ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الكويت الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم. مساء الخير أستاذ فؤاد. طبعا حقائق تكشف حجم التآمر القطري بقيادة رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم مع جماعة إرهابية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين وقلب نظام الحكم في البلاد. ما هي وجهة نظركم تجاه هذا التقرير وما كشفه من حجم التآمر؟ يعني طبعا ما فعله المجرم حمد بن جاسم والمجرم الثاني حمد بن خليفة في محاولة إطاحة بنظام البحرين هو جزء أو هو غيظ من فيض. أنا يعني أبلغتني مصادر كويتية منذ مدة رفيعة المستوى أنه قطر في عام 2011 تعهدت لإيران بمساعدتها على إسقاط النظام في البحرين مقابل مساعدة إيران لقطر على إسقاط النظام في السعودية وتفتيت المملكة. العملية كانت يعني قديمة، وأنا متأكد أن جهاز الأمن البحريني هذا الشريط ليس هو الوحيد، لديه عشرات الأشرطة والتسجيلات وكذلك السعودية وكذلك الإمارات. وبالتالي يعني أنا أطالب هذه الحكومات الثلاثة وبما فيهم القاهرة أيضا لديها المئات من الأشرطة بأن تبرزها كلها وحتى تضع شعوبها أمام الصورة واضحة. يعني الآن بالبحرين مثلا أنتم لستم بحاجة إلى قانون لمعاقبة من يتعاطف، لأن من يتعاطف لا يعلم شيئا المواطن البحريني. أعطوه كل هذه المعلومات، اجعلوه يسمع بأذنيه ويرى بعينيه حجم التآمر القطري، ومن هنا سوف يدرك إلى أي مدى نظامه الحاكم في البحرين وقاه من مؤامرة مرعبة جدا كادت أن تمزق هذا البلد الصغير. التآمر القطري بقيادة حمد بن جاسم ليس سرا ووصلنا بالكويت، وبالتالي هو يمكن يعني كانت الجزائر كانت على آخر الليستة وأوشكت أن تدخل في هذا المستنقع لولا أن الباري عز وجل أطاح بالحمدين، وبالتالي تفركشت ونجت الجزائر في اللحظة الأخيرة، وهذه وفقا لمصادر كويتية. وأنا لي تواصل كان مع السفير الجزائري السابق في الكويت. هذين الحمدين لن يهدأ ولن يستقر، وأنا أتمنى لو أنه يعني يتم اعتقالهما بطريقة أو بأخرى أو وتسليمهما لمحكمة العدل الدولية كما طالب مجلس النواب البحريني. هؤلاء مجرمي حرب ويجب أن ينالا ما يستحقانه، والدم المعلق في رقبتيهما يعني يفوق كل مياه الخليج العربي. نعم أستاذ فؤاد، من خلال التآمر والتحالف الثلاثي القطري الإيراني وجمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي، كانت تريد الدوحة قلب نظام الحكم في البحرين وهندسة المشروع الانقلابي في المنطقة. ماذا كان يتحقق لقطر خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي؟ هم يريدون هم اساسا دمى. يعني الحمدين جاء الى الحكم في انقلاب 95 كدميه ارادها الغرب بنظريه الفوضى الخلاقه والى اخره، وبالتالي الدوحه ما هم الا دمى تحركها خيوط الخارج. بالتالي حمد بن جاسم وحمد بن خليفه يريدان ان ياتي ايضا بدمى في البحرين وفي الكويت وفي السعودية وفي الإمارات، ولكي تدار هذه الدول كلها من قبل هذين الحمدين. يعني عندهم عقدة الطاووس، ثم وصل إلى مرحلة الانتفاخ والانتفاخ الذات والنرجسية الزائدة. ما الذي يربط النظام الحاكم الوراثي الأميري في قطر بمجلس العمائم في هذه جمعية الوفاق؟ وما الذي يربطهم ببعض؟ إذا المسألة هي أن نسيطر على البحرين من خلال إيجاد هؤلاء الملالي ليجدوا لهم طريقا إلى الحكم، مساعدة على الحكم، وحتى يداروا بصورة أو بأخرى من الدوحة وكذلك لبقية الأنظمة، مثل ما فعلوا معنا بالكويت أيضا. كادت الكويت أن تسقط وأن يأتوا بدمى أيضا يحكمها حمد بن جاسم وبن خليفة. هذين المجرمين يجب أن يقدم لمحاكمة ويجب أن ينال جزاءهما، لا يجب أن تخف وتيرة المقاطعة من الدول الأربع لنظام قطر إلى أن يسقط النظام أو يستبدل أو يقر هذين الأثنين بأن نظريتهما قد انتهت وبأن عليهما أن يعرف أن الله حق.
نعم أستاذ فؤاد، أخيرا يعني كما ذكر هذا التقرير من خلال الاتصالات الهاتفية بين حمد بن جاسم والمدعو علي سلمان، أن قطر مرة أخرى تخلت عن دورها في قوات درع الجزيرة المشتركة وتتبرأ من دورها في حماية دول الخليج. ما هو تفسيركم لهذا الاستخفاف القطري بمنظومة مجلس التعاون التي توحد الدول الخليجية وتعمق علاقاتها؟ يعني لا تنسى ان شيمون بيريز اول من بارك الانقلاب 95 في قطر، وبالتالي يعني ما الذي تتوقعه من نظام كهذا؟ هم لا، ليس لهم علاقة بمجلس التعاون الخليجي، ولقد حذرنا كثيرا عبر الصحافة في الكويت من خطورة هذا الانقلاب ومآله عليه. هم يريدون لهذه آخر منظومة عربية آمنة مستقرة واعدة اقتصاديا ومنفتحة، يريدون لها أن تنتهي مثلما آلت إليها دول شمال أفريقيا وما فعلوه في بقية الدول. يعني هم لا يريدون لمجلس التعاون الخليجي أن يستمر، يريدون تدمير كل المنطقة. درع الجزيرة بالنسبة لهم يعتبرونه كإبليس، وبالتالي يمكن من المحادثة هذه وحده، وأنا ناشد الأمن البحريني يطلع التسجيلات الأخرى، وأنا متأكد أن عندهم العديد من التسجيلات. سوف تفاجؤون بحجم المؤامرة، والمواطن البحريني سوف يعني يصاب بالصدمة من كثر اللؤم والكراهية والغدر القطري الذي لا يبعد، يعني بلد جارك تبعد عنك 60 كيلومتر بحري. لماذا كل هذه الكراهية ولماذا كل هذا الغل على جزيرة مسالمة لم تمس قطر في يوم من الأيام بسوء؟ لكنه مخطط، وهذا ثمن وصولهم للسلطة، وصول هذه العصابة، وأنا دائما كنت أسميهم تنظيم دولة. هؤلاء ليسوا نظام دولة، هؤلاء تنظيم دولة يجب بتره، وبتروا من منظومة المجلس، لأنهم ليسوا إلا ورما سرطانيا لا مجال للعلاج معه ولا حتى بالكيماوي، يجب استئصاله بالكامل. نعم، من الكويت كنت معي عبر الأقمار الصناعية الأستاذ فؤاد الهاشم الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.